بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على واحد من المواضيع المهمة، هو اكستنشن للموضوع اللي فات بتاع الاريز. هتلاحظ ان موضوع الاريز يكاد يكون من اصعب المواضيع اللي احنا اتعلمناها، والنهارده بنتعلم اكستنشن ليه. ارجو ان هو ما يبقاش تقيل قوي على القلب. بعد كده الحاجات التانية اللي بقى في سي بلس بلس بترجع تاني، درجة صعوبتها بتبقى اقل شوية. طيب خلينا نقول موتيفيشن كده بسيط. لو انا قلت لك عايزين نكتب برنامج، البرنامج ده هيقرا درجات للطلبه. احنا عندنا 100 طالب وعندنا 20 ماده في الدراسه، انت هتكتب حاجه زي كده ازاي؟ فممكن واحد يبدا يقول طيب انا عندي 20 ماده، كل ماده عايزه 100 طالب، تعال نعرف 20 وان داي اري، كل اري لينس فيهم ايه 100 رقم، خلاص جريد 1 وفي 100، جريد 2 وفي 100، وهكذا. يعني دي الطريقه اللي ممكن الواحد يفكر ايه فيها. طبعا الكلام ده مش عملي ايه تماما. طبعا تخيل بقى بدل 100 طالب بقوا 1000 طالب، مش هتفرق هنا، لكن لو ال 20 سبجكت بقوا 1000 سبجكت هتقعد تكتب ايه 1000 فاريبل. الطبيعي ان السي بلس بلس تبدا تحاول تدعمنا بحاجه زي كده. تعال نفكر كده، لو احنا عندنا 7 طلبه واربع مواد، يعني زي ما كده بتروح وتلاقي جداول، جدول الضرب ومش عارف ايه، هيبقى عندك ايه طلبه، هنا هيبقى عندك 7 روز وهيبقى عندك 4 كولومز، خلاص 4 صفوف، 7 صفوف واربع اعمده. المنظر ده احنا متعودين نسميه تيبل، واحنا في البرمجه بنسميه 2 دي اري، واحيانا برضو بنسميه ماتريكس، خلاص. خلي بالك هو ايه الاسامي اللي بره والبره ده يعني ايه، مجرد ايه عناوين بس، لكن هو التيبل الحقيقي اللي يهمني هو الايه الالوان الزرقاء دي. فاحنا بنلاحظ ان هو عباره عن كام صف؟ 7 صفوف. طيب احنا اتفقنا ان سي بلس بلس زيرو بيزد اندكسنج. يعني ايه زيرو بيزد في الاريز؟ يعني دايما ما بنبداش من واحد، بنبدا من الصفر. فكون ما عندي 7 صفوف ده معناه ان الصف الاولاني صف رقم 0، صف رقم 1، صف رقم 2، لحد صف رقم ايه 6. فالصف رقم 6 ده بتاع مين؟ بتاع منى. نفس الكلام معايا 4 اعمده، 4 كولمز، خلاص هيبقوا برضو مترتبين ايه، العمود 0، عمود 1، 2، 3. فتلاحظ ان العمود 0 هنا بتاع مين؟ بتاع ايه ماده الماث. لو انا جيت اقول لك طيب هو الرو السادس الكولوم الثاني، خلاص زيرو بيزد في مين؟ هتيجي تبص كده ادي الرو السادس 0 1 2 3 4 5 6، الكولوم الثاني 0 1 2 في الدرجه 47 اللي تخص منى في الماده اللي اسمها ايه هيستوري، خلاص. لو حبينا نفكر بطريقه الاريز، احنا كنا بنكتب اوف 6 كده عشان نخش على الاري عند الكلام 6. هنا بص بنكتب ازاي 6 2، معناه ان احنا عايزين الرو السادس الايه الكولوم الثاني. احنا لحد دلوقتي ما بنتكلمش في سي بلس بلس، احنا لحد دلوقتي بنتكلم في ايه، انت طالب رحت تشوف درجاتك والمواد، بتبص في التيبل، انت عارف ان الصف ده يخصك ودي المواد بتاعتك فبتخش عليه. بتبدا تفكر بايه، بمنطق ايه، لو انا عايز درجتي في الهيستوري لاشرف يبقى انا محتاج اروح اشرف واطلع عند الهيستوري، فده ليه رو وده ليه ايه، خلاص كده لحد دلوقتي ما بنتكلمش في برمجه. السي بلس بلس واي لغه برمجه بتبدا تعمل حاجه اسمها 2 دي اري، وهو اري عباره عن مجموعه من الروز في مجموعه من الكولوم، نفس القواعد في التسميه بالظبط لل 1 دي اري. طب بنكتبه ازاي؟ بنكتب كده مثلا دبل جريدز، نفتح ونقفل 7 بريسز، ونفتح ونقفل 4، معناه عندنا 7 روز ومعناها ايه 4 كولوم. طيب لما احب اخش جوه الاري دوت هخش مين؟ اوف 6 الرو 6 والكولوم 2، زي ما كنا بن ايه بنبص من شويه بالظبط، اللي هو اوف 6 وفي كولوم 2، خلاص. لاحظ ان 6 ده هو في حقيقه الامر الرو السابع، لكن احنا طبعا ايه زيرو بيزد. بالمنظر ده تكون سي بلس بلس ادتني وسيله ان انا اعبر عن اري عباره عن اعبر عن معلومات عباره عن تيبل، اللي هي حاجه عمليه مهمه جدا في حياتنا. ده فيجواليزيشن بسيط، ادي التيبل لما تيجي تبص هو عباره عن مجموعه من الروز، عباره عن مجموعه من الكولوم، زيرو بيزد هنا، زيرو بيزد هنا، الفاليو دي رقمها كام؟ الفاليو دي في رو 1 في كولوم 3، فتقول فاليو اوف 1 و3. طيب لو انا عايز اكتب ماتريكس 2 دي اري بيعبر عن الكلام ده، ممكن اكتبه ازاي؟ زي ما قلنا انا ممكن اعمل ايه؟ انتجر فاليو اوف 3 و4. انا كده عملت ايه؟ قلت له عندنا 3 روز 4 كولوم، فتحنا بريس وقفلنا بريس. ابدا بقى بص له ايه؟ انا عايزك تبص لان الماتريكس ده هو في حقيقه الامر عباره عن 3 1 دي اري. ال1 دي اري الاولاني هو 8 16 9 52، ال1 دي اري الثاني هو 3 15 27 6، ال1 دي اري الثالث هو 14 25 2 10، خلاص.
فانا هنا قلت له ان انا عندي 3 روز، كل رو فيهم او كل 1 دي، يعني الثلاثه 1 دي اري، كل اري فيهم عباره عن 4 قيم. فنبدا نفتح بريس تاني ونحط فيه ال1 دي الاولاني، وبعدين افتح بريس واحط ال1 دي اري التاني، وبعدين افتح بريس واحط ال1 دي اري التالت. لاحظ ان الرو التالت هنا ما كانش فيه كومه بعده في النهايه، بس حطينا ايه، يعني عايزك تتخيل دي كما لو قامت مجرد قيمه واحده في الاري، قيمه تانيه في الاري، قيمه تالته في الاري. لو انا جيت اقول له عايز value of 1 و 3، يعني روح عند الرو 1، خلي بالك رو 1 هنا دي مش ايه، الرو 1 دي حقيقتها اللي هو الرو التاني، خلاص، لان احنا ايه 1 based، يعني ده الرو 0 ده الرو 1. اي وقت نقول رو 1 يبقى معناه ان ايه 1 بلس 1، الكولومن التالت معناه 3 بلس 1، دايما شغالين ايه 0 based. بالمنظر ده نكون قدرنا نعرف على array بيعبر عن الداتا دي، وقدرنا نعرف ازاي نعمل له accessing. طيب تعال نحط مجموعة من القيم. انا ممكن احط بصورة تانية خالص، احنا ممكن اعرف الاري لما تكتب equal 0 كده بس بالمنظر ده، انت بتحط في كل الاري صفار. انا ممكن ابدا اتعامل مع الاري ده زي ما بتعامل مع الاري 1 دي، يعني ابدا اخش على حتت معينة وايه واحط قيم. انا ممكن اقول له grade 0 0 ب 50، grade 1 0 1 33، انا هنا عمال احط الايه الرو بنفسي. اجي مثلا اقول له هنا grade 6 و0 35، جريد 6 و1 30، جريد 6 و2 47، جريد 6 و3 بكام؟ ب 16. فانا ممكن اقعد انا اكتب بنفسي، اكتب ايه 7 رؤوس، كل رو هكتب فيه ايه مثلا 6 كولم ولا حاجه، خلاص كده. طبعا جريد 0 ده يعني جريد اوف 0 هو الرو 0، وبالتالي دي كلها قيم بتاعت مين؟ بتاعت مصطفى. طيب تعالى نطبع الاري، هل اعرف اطبعه؟ انا عايزك تبدا تبص تفكر بس ازاي هنبدا ناخد افكارنا بتاعت ال1 دي نحولها ل2 دي، لا اكتر ولا اقل. انا كنت بخش على الاري ال1 دي ازاي؟ بعمل 1 لوب بعد على القيم بتاعته. طب دلوقتي انا عندي روز وكل رو ليه كولومز، يبقى انتويتيفلي كده انا محتاج لوب للرو جواه لوب للكولوم. اقدر اعمل حاجه زي كده ازاي؟ هقول له مثلا فور انتجر رو بساوي صفر، رو اصغر من 7 بلس بلس رو، خلاص جواه في فور لوب تاني علشان يعدي لي على كل الكولومز اللي تخص الرو دوت، خلاص. فاول مره الرو ده هيبقى ايه قيمته 0، وبعدين نخش جوه ناخد الكولوم 0 و1 و2 و3 نعرض القيم كلها، وبعدين خلص اللوب اللي جوه ده نطلع بره الرو تبقى بكام؟ تبقى ب1، يخش جوه ياخد الكولوم من الاول 0 1 2 3 4. فاحنا عمالين نعرض ايه، نعرض القيم دي كده. يبقى الشاهد ان انا لما احب اقرا او اعرض 2 دي اري هبدا اعدي بايه، باتنين نستد فور لوب. بص كده وفكر فيها، لو انا عايز اقرا نفس الكلام بالظبط، هعمل هعرف الاري وابدا اعمل اتنين فور لوب واقول له اقرا لي جريدز اوف رو وكولوم، كاني معايا التيبل بتاعي وعمال اقول له اقرا لي اول قيمه تاني قيمه تالت قيمه رابع قيمه. كده خلصنا الرو الاولاني، اقرا لي اول قيمه تاني قيمه تالت قيمه رابع قيمه، كده خلصنا الكولوم التاني، وهكذا. فبالمنظر ده نقدر نقرا الاري ونقدر نعرض الاري. زي ما انت شايف احنا يا اخوانا كنا بس شغالين على 1 دايمنشن، دلوقتي بقينا شغالين على كام دايمنشن؟ 2 فقط، لا اكتر ولا اقل، مجرد اكستنشن لكل ايه؟ لكل اللي بنعمله. في حاجه هنا عايزين نقولها، ان احنا طول الوقت بنعدي عليه رو باي رو، وكل رو نعدي جوه كولوم. في حاجه اسمها اللي هو الكولوم اوردر، انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعدي على الداتا كولوم باي كولوم، وايه وجوه الكولوم الواحد تعدي عليها رو باي رو. يعني يبص لها ازاي؟ لما انا اجي اعدي رو باي رو، تعالى نرجع كده ورا شويه، لما اجي اعدي رو باي رو بعمل ايه؟ كاني بقول درجات مصطفى، درجات اسماء، درجات بلال، درجات زياد، درجات صفاء، خلاص. امسك مصطفى، درجات مصطفى خلال 4 مرات، خلاص. طب افرض انا عايز اعدي كولوم باي كولوم، كانك عايز تبص من منظور الكولوم، يعني عايز تجيب الماث ده وتقول هو درجات الطلبه في الماث عامله ازاي. يعني على سبيل المثال ايه اقل درجه حد خدها في الماث؟ اسماء خدت 35. ايه اعلى درجه حد خدها في الساينس؟ اسماء خدت 50، وهكذا. فهنا كانك بتبص من منظور الرو، لكن هنا كانك بتبص من منظور الايه الكولوم. يعني انت ممكن لو انت مثلا عايز تبص للرو كانك عايز تقول مثلا هو متوسط الدرجة بتاعت مصطفى كام؟ فتشوف درجات مصطفى الواحد. لكن لو انت جيت تبص من الكولوم كأنك عايز تقول هي الهيستوري دي، مادة الهيستوري، متوسط الدرجة في مادة الهيستوري نفسها كام؟ فتعدي خلال كل الايه؟ كل الطلبة. فده الكولوم اوردر لأسباب ممكن تعرفها بعدين. يعني الكولوم اوردر ده بطيء، يعني
الاثنين لوب دول بيلفوا 4 في 7 والاثنين لوب دول بيلفوا 4 في 7، لكن ده ابطا من ده، في المستقبل تقدر تعرف ليه. المهم يعني احيانا نحتاج نعدي كولوم باي كولوم بدال رو باي رو. يلا نحسب مثلا متوسط الدرجات لكل طالب، لكل طالب الطالب ده بيمثل رو ولا كولوم؟ بيمثل رو. يبقى انا ممكن، يبقى انا محتاج اعدي على الرو، فكده معايا الرو بتاع مصطفى، الرو بتاع اسماء، الرو بتاع بلال. امسك اعمل صم، وانا بعدي على الكولومز اللي يخصوا الرو صفر اللي هو مصطفى، هجمع كل الدرجات وانا عارف ان هم 7 ارقام، هقسم ايه وهعرض بالمنظر ده. انا اعمل ايه؟ حسبت المتوسط بتاع كل ايه طالب. هتلاحظ ان انا لما جيت اعرض عرضت ايه؟ رو بلس 1، فعرضت له من 1 ل 7. يعني الكاستمر العادي اليوزر ما يعرفش ارقام من 0 ل 6، هو يعرف ارقام من 1 ل 7. لو قلت له الطالب رقم 0 مش هيفهمني، هو يقول لك الطالب رقم 1، لكن احنا عارفين ان الكمبيوتر بيحتاج ايه؟ يتعامل من 0 ل 6 مش من 1 ل 7. احنا كده خلاص فهمناكم الفكره العامه بتاعت ان احنا ال 1 دي انتقل ل 5 دي. تخيل ان المدرسه بتاعتنا انت كطالب فيها موجود لمده 5 سنين، والمدرسه كلها فيها 100 طالب وكل سنه فيها 20 ماده فقط لا غير. السؤال دلوقتي ازاي اعمل دي تتعبر عن حاجه زي كده؟ برضو ممكن يجي واحد يقول طب استنى، احنا نعرف نعمل 2 دي اراي 100 في 20، تعال نقول ان ده السنه الاولانيه، ايه رايك نعرف 5 ارايز كل اراي فيهم بيعبر عن ال 2 دي اراي اللي هو 100 في 20؟ خلاص مره تانية ده مش كونفينينت. تيجي سي بلس بلس عشان تقول لك لا، ده انت ممكن تعرف 3 دي اراي، ممكن تعرف 4 دي اراي، ممكن تعرف 5 دي اراي. فانا هنا هعمل ايه؟ سي بلس بلس دبل جريدز اوف 5 120، ده معناه ايه؟ 5 سنين 100 طالب 20 ماده. فلما تبقى الجريدز اوف صفر كل الارقام 100 في 20 اللي هنعدي منهم دول يخصوا السنه بتاعت صفر، بعد كده السنه بتاعت 1، بعد كده السنه بتاعت 2 وهكذا. فمثلا جريدز اوف 2 70 8 ده بيعبر عن ايه؟ ده طالب في السنه الثالثه، الطالب رقم 71، المادة التاسعة. خلاص وهكذا. المعلومة اللي تحت دي مش مظبوطة. انا كنت عايز افهمك ان الاري ده جواه كام رقم توتال؟ جواه 5 في 100 في 20. انا لو عرفت اري 1 دي 20 فخلاص عندي 20 رقم. لو انا عرفت اري 7 في 6 2 دي يبقى انا عندي 7 في 6 رقم. لو انا عرفت 5 في 100 في 20 يبقى انا عندي كام رقم؟ 5 في 100 في 20. فافرض انت دلوقتي جيت عرفت اري عباره عن 10 اوف 10 اوف 10 اوف 10 اوف 10 اوف 10، خلاص الاري ده فيه كام رقم؟ الاري ده فيه 10 اس 6. فخلي بالك ان المالتي دايمنشنال اري ده الارقام اللي فيه بتكبر بسرعه جدا. عايزين نقول تريك ظريفه كده اسمها فلاتن الاري. يعني ايه فلاتن الاري؟ يعني تاخد اري مالتي دايمنشنال وتحوله ل 2 دي. خلاص انت هنا لو جينا بص على الاري ده، الاري ده كان في كام؟ بص كده رو 2 3 يبقى 3 روز، 1 2 3 4 4 كولوم، يبقى الاري ده جواه 12 رقم. فانا بقول لك ايه، لو انا عايز اكتب الاري ده از 1 دي هعمل ايه؟ هعرف اري 1 دي واحط جواه ال 12 رقم دول ورا بعض. فالسؤال دلوقتي لو انا معايا اري 2 دي 3 في 4 عايز احوله الاري 1 دي، خلاص ممكن نحوله بسهوله عادي، هتلف. عايزين نعمل حركه حاجه انترستنج قوي، عايزين نشوف لو انا معايا بوزيشن اي جي في 2 دي اري، هل تقدر تحسب الاندكس بالظبط بتاعه في 1 دي اري؟ طب يعني ايه؟ هنا مثلا رقم زي 15، 15 دوت فين في ال 2 دي اري؟ واحد وواحد. لكن هو فين في ال 1 دي اري؟ 0 1 2 3 4 5 هنا. يبقى البوزيشن 1 1 هنا بيساوي البوزيشن 15 هنا. طيب البوزيشن ده رقم كام؟ 3 و4. هيطلع هنا رقم كام؟ هيطلع هنا رقم 11. السؤال هل اقدر اديك بوزيشن اي جي تحوله لي 1 دي؟ لو هل تقدر تعمل العكس، اديك البوزيشن في ال 1 دي واقول لك الاري كام في كام فتقول لي العكس بتاعه كام؟ عايزك تفكر في فورمولا للسؤالين دول عشان نساعدك شويه. ده 2 لوب، اللوب الاولاني بيعدي على الروز، اللوب الثاني بيعدي على الكولومز، وانت عندك هنا انا بقول لك الاندكس في ال 1 دي اري بكام، والاندكس في الرو والكولوم ده ايه بكام. خلاص لو حبيت تصعب على نفسك فكر ازاي تحول 3 دي ل 1 دي، 4 دي ل 1 دي وهكذا، ففكر فيها وتشوفها ان شاء الله. اخر حاجه النيبورز. احيانا ده مكان في الاري، المكان دوت ليه كام نيبور على حسب. احيانا نبقى مهتمين بالاربعه نيبورز اللي حوالينا اللي هم الاب والرايت والداون والليفت، خلاص فدول الاربعه نيبورز بتوعنا.
طيب احيانا نبقى مهتمين بالتمانية اللي حوالينا، اللي هو ايه في كل الاتجاهات، اب رايت واب ليفت واب وداون رايت وداون ليفت، دول كام بوزيشن؟ دول تمانية ايه بوزيشن، خلاص. احيانا يعني لما نيجي نلف على الثمان اتجاهات تلاقي الطالب عمال يكتب ايه تمن سطور كود مختلفين. هل تعرف بالدايركشن اري تمن خطوات بس تولد كل الاماكن دي بسهوله؟ ده سؤال بسيط ممكن تفكر فيه. احنا كده خلاص خلصنا النهارده. مره تانية اقعد فكر في اللي عملناه كويس، العب بيه. دايما اللي يهمنا يا اخوانا انك تكون فاهم الدرس نفسه. لما نيجي نتكلم في البراكتس، البراكتس بيتراوح ما بين السهل للصعب، ولما نيجي نعمل الهوم ورك بيتراوح من السهل للصعب. فيكون في حاجات في البراكتس او في الهوم ورك انت ما فهمتهاش، ده عادي، بعدين تبقى ايه ترجع لهم وايه وتتعلمهم. وافتكرونا بدعائكم في شهر رمضان الكريم، علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم. السلام عليكم.